السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناة الملكة. عنواننا اليوم مناكير الفلفت باودر. طبعا الفلفت باودر هو عبارة عن باودر بهذا الشكل. المكونات لهذا الباودر هو عبارة عن نوع من الماتيريالز شبيهة بالصوف، بتنطحنها على هذا الشكل. طبعا بيجي منه عدة ألوان وتقريبا بتغطي كافة الألوان اللي ممكن نحتاجها. اليوم قررنا أن نستخدم اللون البرتقالي الفاتح. طبعا طريقة تثبيت هذا النوع بتم عن طريق وضع طبقة من المناكير الشفاف على الأظفر بعد ما قمنا بطلاءه باللون البرتقالي، وأيضا نقوم بوضع طبقة في الصحن المستخدم دائما، ونقوم بعدها بعملية وضع الأظفر والضغط بكافة الاتجاهات حتى يلتصق فيه. نقوم بعدها بإزالة الزائد عن الأظفر. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى أن يكون نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.